ليه؟ استاذ عصام تعالى عزيز خش. ازيك يا استاذ عصام عامل ايه؟ لا بقول لك ايه يا عزيز، خش في الموضوع على طول. اخش في الموضوع. طب انا جاي بقى بصراحه، لاننا وصلنا لنص الشهر وانا بصرف مواصلات من جيبي وفلوسي خلصت. ياه بس كده؟ ما قلتش ليه من زمان. استنى بس اراجع حسابك عزيز. تمام كده، غايب 8 ايام في الشهر. ايه ده؟ يبقى كده 8 ايام ليه؟ ازاي؟ ايوه 8 ايام انت ما جيتش ولا جمعة. وكمان جمعة ازاي يا استاذ عصام؟ ما هو الجمعة اجازة. مش مشكلتي يا استاذ، القرار طلع اقبض وبعد كده اشتكي. حضور مين يا عم الحاج؟ ده اجازة. صبرني يا رب. ماشي، والاربعة التانيين دول ايه؟ دول جدعانة من عندي عشان زهقان الصراحة. زهقان؟ وكمان في خصم 300 جنيه ليه تاني؟ بدل مواصلات. المواصلات على حساب انا بدفعها من جيبي. ايوه مش انت بتقبض وبتدفعهم من المرتب، بيتخصموا منك كمان. وفي 500 جنيه مشروبات ومأكولات. يا باشا كل ده بحاسب عليه اول باول. خلاص يا عزيز دي قرارات، ارضى بالامر الواقع. نعم. يبقى كده يا عزيز خصم خصم خصم، يبقى انت كده فاضلك 69 قرش. هات جنيه وخد 31 قرش. 31 قرش؟ 31 قرش ايه يا ولادي؟ لا لا لا، عدي نفسك يا عزيز، ده يعتبر تعدي على المدير، وكده هخصم منك 31 قرش. اهدي نفسي؟ هتخصم مني ايه اكتر ما انت خصمته يا شركة بنت الله يا ولاد ال... ايه بس يا ابني؟ طب ليه؟ الا انتوا اصلا كلكم اسف ولا هاتوا الامن يا جدعان؟ عزيز